ولنقاش استمرار التظاهرات والإضرابات في إيران في ظل استمرار العقوبات الأمريكية وإصرار إيران على مواصلة مشروعها النووي ونفوذها في المنطقة، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب الصحفي نوري حمزة. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم. للأسبوع الرابع على التوالي يستمر إضراب عمال المنشآت النفطية في 12 محافظة إيرانية، كيف يمكن تفسير هذه الحركة الاحتجاجية للعمال في إيران؟ يأتي تفسير هذه الحركة الحركة العمالي في إيران وخاصة في الأقاليم ذات طبيعة التواجد، ذات تواجد المنشآت النفطية بالذات وهكذا الأغاليم الأخرى التي فيها مصانع قصب السكر، فهذه المنتجات نتيجة فشل سياسات إيران في ما يتعلق بعلاقاتها بالإقليم وعلاقاتها بالعالم وسوق التجارة الحر، أدى إلى انهيار الوضع الاقتصادي الإيراني. هذا ما يفسر ذلك ويدفع العامل الإيراني والموظف الإيراني إلى الشارع للمطالبة بحقوق خير، حيث الحكومة الإيرانية لا تستطيع أن تؤدي أدنى واجباتها اليوم نتيجة هذه السياسات غير المحسوبة من قبل هذا النظام. بعد اتهام رموز النظام في إيران بالفساد، ما الذي يمنع من محاسبة الفاسدين ومتابعتهم قضائيا؟ الذي يمنع النظام القضائي في متابعة الفاسدين هو بالذات أنه نظام السلطة، هرم السلطة كله هو نظام فاسد، فهذا النظام الفاسد قد حين اعتقل شخصا ما أو مجموعة ما من وزارة معينة أو وزارة أخرى قد يؤدي ويفشي بمعلومات تبين أنه حجم الفساد المنتشر في داخل السلطات المختلفة، وهذا ما يخيف النظام. لهذا نرى أن هناك من بين هؤلاء المطلوبين يخرج من طهران ويصبح في كندا بمليارات الدولارات دون أن يحاسب، يفتحون الطريق لهؤلاء كي يهربوا خارج البلاد أو يتم تصفيتهم داخل البلاد أو في أوروبا، كما حدث للقاضي الإيراني الذي قتل قبل أشهر قليلة، قبل شهرين في رومانيا. فهذا كلها دلالات أن هرم السلطة كلها هرم فاسد من ساسه إلى الأعلى، وهذا نتيجة الخوف أن تصل هذه المعلومات وتشير أو تفشي بفساد هرم السلطة، أي خامنئي وما حوله. تحدثت صحيفة فاينانشال تايمز عن إحجام الإيرانيين عن الزواج والإنجاب، كيف أثرت هذه الأزمة الاقتصادية والعقوبات على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطن الإيراني؟ بالطبع للاقتصاد دوره الكبير في حياة المواطن في أي دولة، وإيران ليست استثناء في هذا الموضوع. فيما يحدث في إيران ليس هو نتيجة سياسة يوم وضحاها، 40 عام من الخداع، 40 عام من الفساد، 40 عام من تفشي أنواع وأقسام المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمقاطعة والعداء ضد دول الجوار، كل هذا أدى إلى الاقتصاد السياسي ومنها إلى الوضع الاجتماعي، وأوصل المواطن الإيراني اليوم أن يعزف عن الزواج ويواصل حياته بشكل وآخر بين قوسين خارج ما تسمى الزواجات الإسلامية المعهودة سابقا في إيران. هناك تقارير تشير اليوم، على سبيل المثال استطلاع رأي جديد حديث جدا نشر اليوم يشير إلى أن أكثر من 30% من الإيرانيين لا يؤمنون بأي دين، وهذا دلالة على أن نهج النظام الإيراني الذي باسم الدين دمر وجه الدين ودمر وجه ما يسمى بين قوسين المذهب الشيعي، وأوصل المواطن إلى هذه الدرجة أن يعزف عن كل هذه الأمور بما فيها الدين، يبتعد عن الدين ابتعادا، ومنهم من يتوجه إلى الزرادشتية ومنهم إلى البوذية ومنهم إلى المسيحية، وهكذا
تعدد أديان حدثت في إيران هذا خلال 40 عام، وخاصة خلال 10 سنين الماضية، العقد الماضي، يعني شيء لا مثيل له في تاريخ إيران المعاصر. هذا كلها نتيجة سياسات النظام الإيراني وعدم اهتمامه بحياة المواطن، عدم اهتمامه بالوضع الداخلي، والتركيز على التوسع العقائدي والعسكري والأمني بخارج البلاد. في هذا السياق، بالحديث عن كل هذه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ما دور الحكومة الإيرانية لتبني حلول للتعافي من كل هذه الأزمات؟ الحكومة الإيرانية هي مجموعة موظفين في بيت المرشد، لا لديهم أي خيار، هم لا لدي من مفروض عليهم أن كل خطوة يخطونها يتم تنسيقها مع إدارة بيت المرشد والمرشد شخصيا، سواء كانت في السياسة الداخلية أو السياسة الخارجية أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحتى الرياضة وإلى آخره والفن وإلى آخره. فهناك دولة حكومة في حكومة أكبر، يعني حكومة حسن روحاني، وهناك تتولاها وترأسها حكومة خامنئي. فهذا تداخل السلطات أدى أن الحكومة أدى بهذا أن حكومة حسن روحاني وقبلها حكومة أحمد نجاد وخاتمي وحتى حكومات فاشلة، حيث أن هناك إطار أكبر يجمع هذا ويتداخل فيها الحرس الثوري نيابة عن بيت المرشد وإدارة السياسية، الإدارة السياسية لدى بيت المرشد. فهذا الالتباس بالعمل ويؤدي إلى ارتباك في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية الصحيحة، وبالتالي يترك نتيجة على حياة المواطن. وما نراه في إيران هو نتيجة الصراع السلطات ما بين شخص خامنئي من جهة وإدارته والحكومات المتتالية في إيران. كيف يمكن تقييم الرؤية الإيرانية حيال ملف البرنامج النووي الإيراني والتمدد في الخارج أمام ما يعانيه الشعب من فقر وبطالة وأزمة مالية وحتى فيروس كورونا؟ الحكومة الإيرانية وبيت المرشد اليوم أو النظام الإيراني يطمح إلى تغييرات جوهرية تحدث في الولايات المتحدة في نوفمبر القادم، أي يتم انتخاب جو بايدن بديلا عن أوباما. هذا ما تطمح إليه طهران اليوم في الواقع، وتطمح إلى هذا أن جو بايدن يأتي وينفي ما عمله دونالد ترامب فيما يتعلق بقضية الملف النووي، وترجع الصفقة النووية وترجع هكذا التعامل الاقتصادي والسياسي، وتحلحل رويدا المشاكل التي حدثت خلال 4 سنوات الماضية من تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة. فكل هذا ما تطمح إليه الولايات المتحدة وتنظر هذا الحل اللي يطمحون له. الحل الآخر، الجانب الآخر، إن استمر ترامب بالحكومة أو أن ينتخب مرة أخرى لدى رئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة، أيضا قد طهران ترضخ إلى مفاوضات جديدة، وبشكل آخر أن تخضع لمطالب الولايات المتحدة. قد يحسن هذا الشيء، هذا الوضع الجديد في المستقبل، قد يحسن من الوضع الاقتصادي والاجتماعي إلى فترة ما. شكرا جزيلا لك صحفي نوري حمزة، كنت معنا عبر سكايب من ستوكهولم.